السلام عليكم كل متابعين قناة الأعزاء، يا رب تكونوا بخير. أنا عادل والي ودي قناة شوارع معلم اسكندرية. حابين نصبح عليكم بصباح جديد، صباح له نكهة خاصة، صباح بنكهة أو بطعم صوت العصافير. حابين نصبحه على كل متابعين القناة من اسكندرية، من مصر، من خارج مصر، من جميع الدول العربية والإسلامية وغير الدول العربية والإسلامية، خصوصا اللي كتبونا من العراق وكانوا بيستفسروا هو ليه مفيش في اسكندرية شارع باسم بغداد أو باسم المدن العراقية. لا أكيد في، طبعا احنا مش ملمين بكل الشوارع، في علماء عراقيين كتير جدا اليوم أسماء شوارع في اسكندرية. على سبيل المثال إسحاق النديم صاحب كتاب الفهرست له شارع من أشهر شوارع منطقة اللبان ما بين شارع سيد المتولي وشارع السبع بنات. كل سنة طيبين وحبينا نصبح عليكم جميعاً.